نتيجة اتحاد الكوره الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره. وليد بمساء الخير. مساء الفل، ازيك يا كابتن سيف؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام يا كابتن. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. في جديد بما يخص الزمالك وماتش والمباراه هتتلعب فين؟ ولا دي رابطه؟ لا الحقيقه دي مع الرابطه، فانا يعني بنتابع كده من بعيد. وانت بتتابع من بعيد في اي حاجه؟ لا لسه. هو بالنسبه للموافقات بتاعه سد الدفاع الجوي، يعني الرابطه انا عارف انها بتجري عليها وبتحاول انها توصل لها في اسرع وقت ممكن. ونتمنى ان الامور تبقى ماشيه بالشكل اللي يرضي الفرقتين يعني. ان شاء الله باذن الله الامور تمشي بشكل كويس، وان شاء الله باذن الله كله يبقى على الف خير. هل في حل لوصول الدوليين بعد مباراه كوريا بعد اعتراض الزمالك؟ احنا شغالين على القصه دي. بعد مباراه كوريا ان شاء الله هنبقى موجودين، يعني الطياره تطلع بعد المباراه مباشره، نبقى موجودين هنا 15 يوم 15 صباحا، فهتبقى مفيش مشكله ان شاء الله. طب هو الزمالك معترض على ايه لو انت راجع 15؟ انا مش عارف، هو ما جاليش اي اعتراض من نادي الزمالك. يعني مفيش اصلا اعتراض؟ لا ما عنديش حاجه. طب خلاص لو ما عندكش اعتراض يبقى مفيش اعتراض، يبقى الكلام كانه لم يكن. وبعدين ده دي فتره التوقف الدولي تخلص 14، 15 لعيبه هتبقى موجوده في مصر. 15 الصبح يعني. هو ممكن الناس شبكتها ان الاهلي هيبقى من غير الدوليين او هيلعب من غير الدوليين مثلا؟ هو ممكن النادي الاهلي عمل الاتفاق ده مع رابطه الانديه على اعتبار ان يوم 16 هيبقى حتى الدولي اللي راجع من بره مش هيلحق ياخد فتره الراحه اللازمه عشان يقدر يلعب المباراه. انا مش شايف ان فيها حاجه لا للاهلي بصراحه ولا الزمالك، يعني الزمالك حضرتك قلت طالما ما جاش حاجه يبقى ما فيش حاجه. بالظبط بالظبط. طيب ما يخص المباراه بقى ترتيباتها؟ الحقيقه كابتن ايهاب جلال اختار كوريا من ضمن مجموعه عروض تعرضت علينا في الفتره دي، وفريق كوريا حضرتك انت عارف متميز جدا واداؤه الفني متميز جدا وفي مجموعه لعيبه على اعلى مستوى، فكابتن ايهاب اختار ان هو يلعب مع كوريا. واحنا اتفقنا مع الجانب الكوري على معظم الحاجات، والنهارده كان موجود عندنا القنصل العام لسفاره كوريا والوزير المفوض برضه بيتابع الاجراءات بتاعت السفر، والحقيقه الناس مؤدبه جدا جدا ومهتمه جدا بالمنتخب المصري وان هو هيبقى في زياره لبلدهم، وحابب ان القصه دي تتكرر اكتر من مره ده على مستوى الدوله يعني. سواء احنا هنروح لهم او هم يجوا لنا، وكان في اتفاق مع الاستاذ جمال علام ان يبقى في بروتوكول تعاون ما بين الاتحادين، وده ان شاء الله يحصل في خلال تواجدنا في كوريا. كل حاجه ماشيه بشكل محترم جدا، وان شاء الله تبقى مباراه جيده ونستفيد منها فنيا ويستمتع بيها الجمهور ان شاء الله. هيعسكر كام؟ هيغادر كام؟ هيرجع كام؟ احنا المفروض هنبقى في 9 في ملاوي بنلعب مباراة اثيوبيا، نرجع 10 مصر ان شاء الله، 11 نتحرك على كوريا، نرجع 15 ان شاء الله. دي لفة كبيرة برضو. شوية. ما اخد بقى حضرتك لفايل تاني برضو مهم، حكم مباراة يوم 19، هل حضراتكم يعني خلاص بتتواصلوا مع الناس، وصلتوا لقرار اتفاق؟ هو بمجرد نادي الاهلي مطالب الحكام ومحدد الدول اللي هو يعني يفضل انها تبقى موجوده منها الحكام، لجنه الحكام بقياده كابتن عصام حصل مراسلات للخمس دول الاوروبيه، وفي ردود جات لنا وفي مفاضله، وان شاء الله يعني يبقى في طاقم على اعلى مستوى يدير مباراه القمه ان شاء الله. يعني خلاص كابتن عصام ابتدى ينشن. بالظبط. تمام. ما يخص ترتيب مباراة الأهلي مع الوداد في المغرب، هل تم التواصل مع الاتحاد الأفريقي بشأن التذاكر أو ترتيب الوفد اللي رايح من الاتحاد المصري هذه المباراة؟ احنا على تواصل دائم مع الاتحاد الأفريقي وتنسيق مع النادي الأهلي على كل المستويات، ويمكن أنا كنت موجود في الاتحاد الأفريقي امبارح وكنا بنتكلم في الموضوع ده، وكان في تواصل مع السيد عمرو فاروق، و
بس هو الجواب بقى جه او يعني التوزيع اللي جت يمكن حضرتك اسهبت في القصه دي قبل ما انا اخش يعني. اللي يا فندم انا مش سامع معلش. بقول لحضرتك انا شرحت التقسيمه دي اللي حضراتكم عدتوا عليها في الاتحاد الافريقي. لا خالص، احنا كنا بنتكلمين كان طلب النادي الاهلي يبقى 50% من التذاكر تقسم ما بين الجمهورين، وده اللي احنا كنا يعني حتى في الزياره يعني اصرينا عليها. اصريتوا عليه وكنتوا اخدين بيه موافقه مبدئيه؟ كان الكلام طبعا لازم يبقى فيه يعني تعادل ما بين الجمهورين، لازم يبقى فيه تكافؤ ما بين الجمهورين، الكلام كان بهذا الشكل يعني. لكن الارقام اللي جت دي هل دي ارقام طبيعيه ولا يعني علامه استفهام بالنسبه لكم؟ هي علامه استفهام طبعا يا كابتن سيد. طيب هل علامه استفهام، طب هل حضراتكم بعتوا استفسار يعني رديتوا؟ هل الاتحاد المصري ليه جزء من التذاكر في الوفد اللي مسافر من جانب الاتحاد المصري وترتيب هناك؟ لا، هو الـ 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 الوفد المصري بيبقى موجود بشكل بممثل برئيس الاتحاد فقط، ما فيش وفد كامل يعني رايح. انما التذاكر كلها بيبقى بتروح للنادي الاهلي، او الكوتا بتاعت النادي الاهلي هي اللي بتروح. لكن ما فيش ما يخص الاعلام المصري، الجانب المصري ما فيش ترتيبه من حضراتكم في هذا الشان يعني؟ لا ما فيش. طيب الاستاذ جمال علام بس اللي هيسافر ولا في مجموعه من اتحاد الكوره هتسافر؟ ان شاء الله الاستاذ جمال علام اللي هيسافر بشكل رسمي. ما اعرفش اذا كان في حد من اعضاء هيبقى متواجد بشكل ودي يعني، انما الشكل الرسمي هو رئيس الاتحاد اللي بيبقى متواجد في المباراه. ان شاء الله باذن الله اتمنى لكم كل التوفيق، وبالتوفيق لكابتن ايهاب جلال، وان شاء الله باذن الله مبارك للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يفوز زي ما عودنا دايما النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك يا وليد بيه، بتشرف بوجودك معايا دايما. اشكرك يا كابتن سيف، اشكرك شكرا جزيلا. استاذ وليد العطار مدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري، واحد من الكوادر الرائعه في المجال الرياضي.